اتكلمنا قبل كده عن برنامج ايكوديال وماي ايكوديال ال، وقلنا بيستخدموا في ايه. والنهارده دلوقتي هنبدأ في اخر نسخة من البرنامج اللي هي ايكوديال ادفانس كالكوليشن، النسخة الاحدث من شنايدر. هي شنايدر ليها اكتر من برنامج لاكتر من استخدام، مش ايكوديال بس، ليها اكتر من برنامج، بس احنا دلوقتي ماسكين برنامج الايكوديال. فعندنا هنا اخر نسخة منه، تقدر تدونها من الموقع بتاع شنايدر نفسه، ودي الـ starting screen بتاعه. أول حاجة عندنا هنا بيقولك إن النسخة اللي معاك تجريبية لمدة 30 يوم، ولازم تسجل عشان تجيب كود تفعيل أو registration key. نعمل register now. تمام، دلوقتي ما عندكش أي كود تفعيل هتعمله، هنسجل الأول. نعمل سبميت. انا بيقول لك ان في كود التفعيل بتاعك بعت لك على الايميل. نعمل دي وندخل الريجستريشن كي اللي اتبعت لنا على الايميل، جبت قبل كده. نعمل اكتيفيت كده، البرنامج بقى متفعل معانا. الستارت سكرين دي بتكون فيها اكتر من تاب. اول حاجه البروجكت بتاعك، ده ممكن تعمل بروجكت جديد او تفتح بروجكت موجود قبل كده. تيتوريال دي شويه فيديوهات من شركة شنايدر موجوده على اليوتيوب او على الموقع بتاعهم. ماشي. في بعد كده فايند فيرجن، انك تقدر تختار نسخه مناسبه ليك، جايب لك اكتر من لغه وعلى كل بلد والستاندرد بتاعتها. يعني مثلا السعودية IEC 60364 English، أسبانيا ده الستاندرد بتاعها، تقدر تختار اللي أنت عايزه. بعد كده أباوت، ده بيجيب لك الفيرجن بتاعة البرنامج والريجستريشن كي بتاعك واللايسنس كي. بعد كده أوبشنز، هنا أول حاجة participate in the improvement program، ممكن تشارك في ال improvement أو في تطوير البرنامج. بين البرنامج بيجمع داتا عن الشغل اللي أنت بتعمله وال errors اللي بتطلع لك، بيبعتها للموقع بتاع شنايدر عشان يحللوها ويحسنوا البرنامج. تاني حاجة enable hardware acceleration، دي لو عندك كارت الشاشة بتاعك أو إمكانيات جهازك ضعيفة ممكن تكنسلها عشان البرنامج يبقى أسرع معاك. بعد كده ممكن تعمل اكزيت تقفل لك البرنامج. في عندنا في جنب latest news بعض الاخبار الجديده عن شركه شنايدر. هنا في عندنا electrical calculations tool، تضغط عليها. ده بيفتح لك online calculation، بدل ما تخش على البرنامج لو عايز تحسب حاجه معينه بتخش هنا شغل اونلاين، مثلا كي كالكوليتابل كروس سكشن اريا. جايب لك نفس الويندو اللي بتطلع لك جوه في البرنامج، انك تقدر تعمل سايزنج للكابلات بتاعتك من هنا. هنا حسابات الكروس سكشن اريا والفولتج دروب وهكذا. ماشي، خش على البرنامج نفسه، نعمل بروجكت كرييت نيو بروجكت عشان نشوف بيكون ايه جوه. البرنامج تقيل شوية، بس دي الـ start screen بتاعتك اللي عندك. هنا لوحة الرسم، وهنا الـ properties بتاعت الـ comment بتاعتك، وهنشوف ده بعدين. عندنا هنا التول بار اللي فوق، ده أول حاجة عندنا display start screen لو عايز ترجع للـ start screen بتاعتك. بعد كده عندنا save و save as، تقدر تعمل save أو save as، print، copy، paste، undo، دي اكس اف ودي دبليو جي، انك تعمل اكسبورت البروجكت بتاعك على هيئه ملف دي اكس اف او دي دبليو جي. اكسبورت البرنامج رابسودي، ده برنامج برضو تبع شنايدر، بنستخدمه في السويتش بورد ديزاين.
ده امبورت ماي كوديا ال ال بروجكت. لو عندك بروجكت انت عملته على برنامج ماي كوديا ال ال وعايز تفتحه البرنامج ده، تضغط عليه هنا بيفتح لك صفحة هي كوديا الكونفرجن. انت بترفع الملف بتاعك على موقع شنايدر وتكتب بياناتك، وهو الشركة نفسها او الموقع بيحول البرنامج البروجكت القديم بتاعك لبروجكت ينفع مع برنامج كوديا الادفانس كالكوليشن، وبيتبعت لك على الايميل. بعد كده عندنا اللي هي السيتنج، دي هي مثلا الفرونت بيج بتاعت الريبورت بتاعتك، ممكن تغير الاسم، الرقم التليفون، الايميلات هكذا. عندك اللوجو بتاع الشركة هو هنا، حاطط لك اللوجو بتاع شنايدر ممكن تغيره عادي. بعد كده كومباني، تكتب بيانات الشركة بتاعتك وبيانات عن البروجكت، كل ده بيطلع في الريبورت النهائي. بعد كده عندنا الهلب، ده كده الستارت سكرين او الويلكم سكرين بتاعت البرنامج. والفيديوهات الجاية هنتكلم عن التابز اللي موجودة هنا والبارامترز اللي موجودة والدوائر والحسابات، واللي ناخد مثال عملي في الآخر برضه إن شاء الله.